السلام عليكم. اليوم أعزائي المشاهدين معكم في الحلقة الثالثة من برنامج اصنع نجاحك بنفسك، واليوم هذه الحلقة الثالثة من البرنامج الرمضاني، إن شاء الله تنال إعجابكم. واليوم حنتكلم عن المرونة، وهو موضوع مهم جدا لجميع الناجحين، وهي صفة ضرورية وأساسية لكل إنسان يود أن يصنع نجاحه. وكثير من الأشخاص اللي سألوني عن هذا المعنى، إنه شو المرونة بتعني لنا في طريق النجاح. اسأل أي نجح أخي الفاضل، لم ينجح إلا وكانت المرونة صفة ملازمة له، حيث أن هذه الصفة صنعت منه إنسانا يتجاوز جميع العقبات والمشاكل التي كانت تواجهه في طريق النجاح، وهي كانت خير معين له في تجاوز العقبات التي واجهته وأوصلته إلى طريق هدفه وطريق النجاح الذي ابتغاه وقصده من البداية. ويقول الكاتب الشهير برنارد شو أن الذين لا يستطيعون تغيير آرائهم لن يستطيعوا تغيير أي شيء، كما قال أينشتاين أن مقياس الذكاء هو القدرة على التغيير. لذلك نحذر إخواني من العقلية الثابتة أو الجامدة التي يمكن أن تخرب جميع جهودك في بيئة مزدهرة. لذلك يجب أن تكون مرنا، ويجب أن تكون مبدعا في جميع المواقف وفي النظر إلى الأمور بطريقة مختلفة أو من زاوية مختلفة، حتى تكون مرنا وقابل لتحقيق أهدافك التي أنت تضعها وتصبو من أجلها. كما نحذر إخواننا الأفاضل من العقلية الثابتة أو الجامدة التي يمكن أن تخرب جميع جهودك في بيئة مزدهرة. لذا نقول لك أخي الفاضل، يجب أن تنظر إلى الأمور وإلى المواقف بنظرة مختلفة، وأيضا بسعة من المرونة والإبداع، حتى تنجح في جميع أمورك وتكون أيضا إنسانا مرنا. لذلك صحك أعزائي المشاهد بأن تكون شخصا ذا مرونة عالية، لأن هذه المرونة العالية أخي الفاضل هي اللي حتوديك في طريق النجاح، وهي اللي خليك تصل أهدافك المنشودة. يمكن تسألني سؤال، كيف أكون شخص مرن وكيف أكسب هذه الصفة بطريقة سريعة؟ بحكي لك أول شيء أخي الفاضل، إنه الأشخاص المرنين هم الأشخاص الذين يعيدون تصور طرق جديدة لحل المشكلات الحالية، ويعملون على إنشاء طرق أفضل وأسرع وأكثر ذكاء من غيرهم. والآن حضرتك مستني سؤال مهم جدا، كيف أكون شخصا مرنا؟ بحكي لك إجابة هذا السؤال في ثلاث نقاط رئيسية أخي الفاضل وبسيطة جدا. الأولى هي إنه أخي الفاضل تنظر للأمور وجميع الأمور بزاوية مختلفة أو بطريقة مختلفة. كلما كنت شخصا قادر على النظر للأمور بطريقة مختلفة، كلما كنت أكثر مرونة من غيرك. النقطة الثانية هي جدد حياتك. حاول أخي الفاضل إنه أنت تغير السياق اللي أنت عايش فيه، غير البيئة التي حولك، وحاول إنه تشعر نفسك بالتجديد اليوم بعادات جديدة تدخلها على نفسك، هيك أنت بتكون أكثر مرونة أخي الفاضل. النقطة الثالثة، حاول تمارس عادات مثل الاسترخاء، التمشي اليومي في الطبيعة، التفكر، إنه أيضا التأمل، المديتيشن. حاول تمارس هذه العادات اليومية أخي الفاضل، لأنه هذه بتجعلك شخصا أكثر مرونة من غيره. وبهيك أعزائي المشاهدين أنا وصلت لنهاية حلقتي لهذا اليوم. بتمنى تكون هذه الحلقة نافعة لكم إخواني الأفاضل، وبتمنى تكون أضافت قيمة لكم تستفيدوا منها بشكل أو بآخر. طبعا ما تنسوا الاشتراك في القناة ومشاركة هذه الحلقة لغيركم، الإعجاب بهذا الفيديو، وتضغط على زر الجرس حتى يصلك الحلقات اليومية. طبعا البرنامج الرمضاني هذا إخواني الأفاضل يتكون من 30 حلقة، بتمنى أنكم تشاهدوا هذه الحلقات وتكونوا معنا على الدوام. وهيك بني حديثي بقول الله عز وجل، ربنا عليك توكلنا وعليك نبنا وإليك المصير. بشوفكم في حلقة جديدة، ورمضانكم كريم بإذن الله تعالى.